انتوا ست بدي ارجع عيد الاسواني مره ثانيه، انتوا 6 ملايين بني ادم باوروبا. اذا كل واحد منكم بيفتح جزدانه هيك بيقول انا هذا الشهر هذا الشهر بدي ادفع 10 يورو. 10 يورو. انا بدي ادفع 10 يورو، مرتي 10 يورو، ابني 10 يورو، ابني يعني اهلنا بالعيله بندفع 10 يورو. هدول صندوق كردستان. نسميه صندوق كردستان. عندكم 6 ملايين انتم باوروبا كردي، يعني بتحطوا بالصندوق تبع كردستان كل شهر 60 مليون يورو. كل شهر، ها انتبهوا كل شهر. لا لا ما بدنا يورو، ما بدنا يورو، لا معلش بدنا شوية ضغط كمان العملية، 10 يورو، بتغسلوا وطن انتم، وطن بتغسلوه بيورو، معلش سووا خيو 10 يورو. عشان نشوف اللي ما بده يدفع بيدفع الثاني، 10 يورو خيو، بالشهر 10 يورو. باكيت دخان باوروبا حقه 6 يورو ونص، 7 يورو حقه، خلي 10 يورو يا اخي. 10 يورو حطوا اعملوا صندوق حساب بنكي، اعملوا اكونت، اكتبوا صندوق كردستان، ما حدا بيقدر بيفتحوا هذا الا بتوقيع 1000 زلمه. او مثلا بتوقيع 2000 انسان، بدهم يوقعوا يقدروا يسحبوا رصيد منه، لا ولا صيغه قانونيه بتصير، اللوبيات هيك بتصير. 60 مليون او 50 مليون يورو شهريا عم تدفعوا انتم، عم يصمد عندكم بالرصيد. بتعرفوا شو بتساوي فيهم انتم هدول ال 60 مليون يورو شهريا؟ عم بحكي شهريا مو سنويا، انتبهوا. في واحد كتب يعني نشتري وطن ب 10 يورو، شو بدي احكي لكم؟ فاهم يا ابني؟ فاهم. فاهم الكلام يا ابني؟ بعدين علق، الله يرضى عليك. 60 مليون يورو يعني شهر بتفتحوا مستشفى بكوباني، وشهر بتفتحوا مستشفى بعفرين، مستشفى ب 60 مليون يعني مستشفى بامكانيات جيده. وعم تشتغل كمان وبتطلع مصاري يعني، كمان هي نفسها هي شركه بتصير بتطلع مصاري كمان. وشهر بتفتحوا اوتيل 5 نجوم بالحسكه، وشهر بتفتحوا اوتيل 5 نجوم بقامشلي. وشهر بتعملوا جسر مدري من وين لوين، هيك وهيك الدوله هيك الجاليه بتساعد. وشهر بتعملوا سينمات، وشهر بتعملوا مهرجان الثقافه الكردي، وشهر بتعملوا سينما الكرديه، وشهر بتعملوا مولات، مولات كبيره، وابراج مثل ابراج دبي فيكم تساووا، ابراج دبي هي اللي شايفينها، كل برج ممكن يكلف اكثر من 150 200 مليون دولار. يعني بشهرين فيكم تعملوا برج مثل الابراج دول اللي مسوين بدبي اللي بشارع الشيخ زايد. يعني برج ابا عم نحكي لحالنا، برج ابا هيك بس قطعه من سوريا يعني كردستان سوريا، هي صغيره. يعني سنتين زمان ثلاث سنين زمان بتصير مثل دبي ثلاث سنين من شو؟ من شو؟ من 10 يورو كل شهر. انا مواطن بطل وطني بيستاهل مني 10 يورو بالشهر ادفعهم. ولا بتلاقي عائله فقيره، ولا بتلاقي عائله معتره، ولا بتلاقي عائله بلا شغل، ولا حدا بيقول عنك بويجي، ولا حدا بيقول عنك قرباطي، ولا حدا بيقول عنك لانك انت بتكون شغلت مخك وقدرت تعمل شيء توقف على ارض الواقع، تعمل مستقبل لك لاولادك. يعني انت عم تدفع بالسنه 600 مليون يورو. 600 مليون يورو سنويا، شو بيعملوا المشاريع هدول؟ فيكم تعملوا بنوك باوروبا. بنك الكردي الاوروبي. بنك اهلي مساهم لكم انتم كمواطنين كرد، كل واحد في عنده حساب او في عنده اكونت بيسالوه انت وين حسابك وين اكونت؟ والله انا بدي افتح بالبنك الكردي الاوروبي. منو شغلتوا اموالكم بقلب هذا البنك ومنو شغلتوا؟ بدها تشغيل مخ القصه وناس قلبها صادق على القضيه تشتغل فيها. لوبي كردي 60 مليون بيفتح لكم احسن قناه فضائيه ناطقه باللغه العربيه هالشهر. والشهر اللي بعده بتفتحوا احسن قناه ناطقه باللغه التركيه. والشهر اللي بعده بتفتحوا قناه ناطقه باللغه الايرانيه. 60 مليون يعني 60 مليون هذا مشروع تشغيل قناه لست اشهر لقدام مع تاسيسها شهريا عم بقول انا. يعني انتم كل شهر فيكم تفتحوا قناه لست اشهر مع مموله. وشهر تفتحوا قناه ناطقه باللغه التركيه. بتحكي عن الوضع الكردي تحديدا. بتبس على النايسات وعلى التركسات وعلى يعني مصاري شغلوا مخكم يا اخوان. بتغيروا الراي العام التركي، ما عاد تقولوا ليش قناه تركيا ما عم يطلعوا واقفين مع اردوغان لانه ما في اعلام ماشيين ورا الاعلام التركي، ما عم ماشيين مثل ما بدهم. تعملوا معاهد لغه كرديه، تعملوا مشافي، تعملوا مستوصفات، بتجيبوا النخب من شبابكم المثقفين والمجتهدين بتطوروهم وبتعملوا منح دراسيه بيصيروا اطباء ومهندسين للمستقبل. هيك بتنبنى الاوطان يا اخوان من خلال الوحده والاتحاد. اذا ما بتعملوا هيك وما حدا ولا ما دخلني وما حدا برد يا اخي كلكم دخلكم وكلكم بدكم تشتغلوا، بتقولوا البرزاني خليه على جنب والطالباني خليه على جنب والبيتيكي خليه على جنب والمدري شو، نحن كلكم على عيننا وعلى راسنا خليكم بعاد يا اخوان وصراعاتكم الحزبيه خليها بعيده عنا، نحن بدنا نعمل لوبي كردي نوحد جهودنا باوروبا ونسوي صندوق نوقف على رجلينا، هذا غير المساعدات اللي بتجيكم من الدول كمان. هيك بتسوي دولة اسمها كردستان.
صوروا في اربع قنوات او ثلاث قنوات فضائيه عم تضخ باللغه التركيه للانهار عن القضيه الكرديه بتركيا، عم يشوفوها بلف تركيا، ما فيهم يشوفوها، خبر فضائي هذا. صوروا في قناتين ثلاثه عم يضخوا باللغه الايرانيه عن القضيه الكرديه، بعد شهرين بتعمل ثوره بايران بتحرر كردستان ايران. وللنهار عم تحكي قناه باللغه العربيه عم تحكي عن مشكله الكرد وتاريخهم وجدهم صلاح الدين وكيف انظلموا وكيف، لانه في ناس كثير من اخواننا العرب ما بيعرفوا شو هي مظلوميه الشعب الكردي، في ناس مفكرين الكرد دين او مذهب او ما بيعرفوا. نتيجه ممارساتها وتربيه هذه الانظمه، شاركونا الفيديو على صفحاتكم لو سمحتوا يا اخوان. لحظه بطلعك على الهواء معي يا اخي جوان، خليك معي الخط. هيك بتنبنى الدول يا اخوان. هيك بتنبنى الاوطان يا اخوان. 10 يورو سموه مشروع ال 10 يورو او سموه مشروع اليورو يا اخي، اذا كنتوا كسلانين اخي يورو امرنا لله، بس ما بتستاهل كردستان 10 يورو شهريا، يعني بالسنه 120 يورو ما بتستاهل كردستان شهريا. قسما بالله اذا بتوقفوا مع بعضكم البعض وبتسووا لجان مجتمع مدني وبتشتغلوا بقلب ورب وبتعملوا صندوق موحد، قسما بالله لتساووا دوله غصبا عن العالم كلياته، عن الكره الارضيه كلياتها. لا تشتروا الاعلام ولا تشتروا الاقتصاد ولا تشتروا السياحه ولا تجيبوا سواح على بلدكم وتنعشوا اقليم كردستان، اقليم كردستان نفسه ولا الموجود بيرحب فيكم البرزاني بيقول اهلا وسهلا لك على اهلين بالكرادنا، اهلين بكراد اوروبا، عم تعملوا له مشاريع وتنميه وجسور وانفاق وسياح وجروبات سياحيه من اوروبا رايحه ومن ايطاليا وكذا وعم ترويش عم تعملوا، هيك الكرد بصير اسمه كردستان، اما كل واحد نايم على خده وهربجي بس رجع والله حيه، اي اهلين هربجني هربجنا وبعدين